هذه هي الاكله اللي غنقدم لكم اليوم، طاجين ديال الكفته ديال السردين. انا خلطت هنا 1 كيلو ديال السردين مع بقرينين، شي حبات ديال البقرينين صافي، وطحنتهم وقاديتهم. هذه هي الوجبه اللي غنقدم لكم هذا النهار. الطاجين ديالنا تشربت ليه زيتون مقطع، ممكن نتوما تضيفوا له الزيتون ولا عادي، ولا زعما ديروا شي حاجه تحسب الذوق ديالكم. هذه هي الشيوه ديال هذا النهار، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنوريكم الطريقه ديال التحضير ديالها ان شاء الله مجموعين، كل واحد كيفاش كيديرها. هي السر ديالها هي تاكلها الكوكا الكفته ديالنا باش كتجي لذيذة وزوينة وشهية. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، تعجبكم الطريقة ديالي في تحضير الكفته ديال السردين. عاد نوريكم المقادير والطريقة، نشوفوها معانا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس، كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. اليوم بغيت نقدم لكم الكفتة ديال الحوت اللي كنحضرها. كنحتاجو هنايا عندي 1 كيلو ديال السردين، نقيتهم مزيان حيت السرسول والزعانف نقيتهم مزيان. عاد نديرو معاه 1 البصلة مشلضة، واحد المطيشة مقطعة، واحد لبعض الفصوص ديال التومة، واحد الفلفلة حارة، واحد نص كاس ديال الروز، هنايا كركم والكمون، وحتاج كمون هنايا كبر من الكمون، وزيت الزيتون زيت الماء. عاد نديرو في هاد السردين ديالنا، غنديرو هنايا باش يتطحن كما كتشوفو. غناخدو هكدا ونديرو باش نطحنوه هنايا كيما كتشوفو معايا. هنايا غنطحنوه، نديرو نص الكمية، غنديرو معاها هاد البصلة كيما كتشوفو معايا، هاد البصلة اللي محكوكة كيما كتشوفو معايا. نديرو موراها شوية ديال الكمون، واحد المعلقة صغيرة، شوية ديال الخرقوم معلقة صغيرة حتى هي، نديرو شوية ديال الحبة كحلة أو الفلفل الأسود، نديرو شوية التحميرة كما كتشوفو معانا، شوية ديال سكنجبير. صافي هادشي غنديرو، نزيدو مع هاد المعدنوس القزبر، شوية ديال المعدنوس القزبر طحنوه معاه كما كتشوفوا معانا اللي غنطحنو، ونزيدو الملحه، نسيت ما درتهاش، نديرو على حسب الذوق. غندير معلقه انا صغيره ديال الملحه، وهاد الفصوص ديال الثومه غناخد منهم كما كتشوفوا معايا، ناخد منهم جوج نديرهم هنايا يطحنو كاملين، ومن بعد نكونو منهم كويرات ونزيدو عليهم شويه زيت البلديه كما كتشوفوا معايا. نزيد عليهم شويه زيت البلديه ونكوروهم. ممكن نزيدو معاهم الشحمه ديال الكلاوي، كتجي لذيذه بزاف، ولكن انا عاد نكتفي غير بالزيت البلديه، عاد نكتفي بها. هادشي اللي غنديرو، غنخلطوه مزيان ونطحنوه مزيان ونكوروهم. في اناء اخر غناخدوه من بعد فاش غنطحنوهم. نسيت ما قلت لكمش
غنزيدو عليه الروز، هاد نص كاس ديال الروز، نص كاس ديال الروز اللي سلقناه، غنزيدو عليه هاد الخلطة اللي غنطحنوها وغنكوروهم، غير نص كاس العنبة، متكتروش بزاف، نص كاس العنبة مع واحد الكيلو ديال الحوت منقي ومقاد، غادي نزيدو عليه ونخلطو معاه ونديروه كويرات. دابا فواحد المقلاة ولا في الطاجين غنديرو هاد البصلة ديالنا هادي مع البزارات اللي عندنا كاملين، التحميرة ها هي التحميرة كما كتشوفو معايا، ها هي شوية د الحبة كما كتشوفو، شوية ديال سكينجبير، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الكمون، وما نساوش الملح، ديروه على حسب الطوق. هادشي اللي غنديرو، ومجهد ما تشحرنا شوية وطح شوية البصلة، نزيدو ليها مطيشة ونخليوها طاب حتى تبدا تطبخ، ومن بعد غنديرو الكويرات ديالنا ديال السردين، بداو يطيبو، ملي نحسو بهم طابو غان نزيدو ليهم ديك الفلفله حاره، ونديرو هاد جوج تومات كما كتشوفو معانا، عاد نصوبوهم نقادوهم ونديروهم ونديروهم معانا في هاد الطاجين ديالنا ولا مقله فاش بغيتو طيبو. وهانتوما تشوفو معايا كيفاش غنديرو مجموعين. يلا حتى نكملو الوصفه ديالنا. السلام عليكم من جديد، هذه هي البصله ديالنا، هي بدات كتشفها، يلا كنلقاوها يلا طاحت، عادي نزيدو عليها كما كتشوفو معانا المطيشه اللي مقطعينها مكعبات، والثومه جوج دروس ديال الثومه، جوج دروس ديال الثومه قطعناهم مزيان ولا قطعناهم صافي، ونزيدو كما كتشوفو معانا صبر ومعدنوس، نزيدو له شويه ديال الصبر ومعدنوس. هادشي ممكن ديروه في الطاجين ولا في مقله تكون ثقيله، تخلطوهم تغطيوهم على ما توجدو الكويرات ديال السردين. غنحركو هادشي مزيان ونغطيوه، كما قلت لكم درت هنايا غير زيت البلديه، ممكن ديروا زيت المائده تخلطوا، انا هنا درت زيت البلديه والمكونات اللي شفتو معانا، نخليوها شويه تطيح وعاد نديرو الكويرات ديال السمك ديالنا. هذا هو السردين اللي شفتو معانا، طحناه نزلنا عليه شويه زيت البلديه، درنا عليه البزارات اللي شفتو معانا، صبروا مع النص والبصله محكوكه، غنزيدو هاد الروز اللي قلت لكم بقياس ديال نص كاس العنبه، غنزيدو ونخلطو الجميع صافي، نديرهم كويرات ونديرهم على ديك المطيشه اللي تكون، ونخلطوهم شوفو معانا نديرهم كويرات ورميوهم في داك البصله والمطيشه ديالنا والمعدنوس والبزارات كما شفتو راهم كيطيبو، رميوهم فيهم. من بعد نزوقو الطاجين ديالنا ديال الكفته بالزيتون المقطع، ونزيدو شويه ديال الحامض المصير يطيب واحد شويه في الاخير، هو هاد الفله كتبقى على حساب الذوق. يلا هنا نطيبو ونشوفو الجميع الشكل النهائي كما تعودنا. هذا هو الطاجين ديال الكفته بالحوت كما شفتو معانا، زدنا معاه شويه ديال الروز وجمعناه ودرنا كويرات على ديك لاصوص اللي كانت عندنا ديال المطيشه والبصله والمعدنوس. دابا غنزيدو ليها حامض مصير كما كتشوفو معانا، وهاد الفلفله حاره حامض مصير، طحنا واحد نص حامضة، ممكن نتوما ديرو حامضة على حسب الذوق ديالكم،
حنا كنديروه. خليت له اللب ديالو كما كتشوفوا معايا باش طلق ديك الحموضه كتجي زوينه منها الحوت. غادي نديرو هاد الفلفله ونخليوها تطيب واحد 5 دقائق ونقلبوها ونخليها تطيب وتشرب مزيان ونحطو الطاجين ديالنا وتشوفوا معنا الشكل النهائي ان شاء الله. يلا غنوليو نتلاقاو. هذه هي الكفته ديالنا صافي طابت من التحت. عاد نحاولوا نقلبوها بشويه بشويه باش ما تفتتش لينا كما تشوفوا معنا. نقلبوها نقلبوها للجهه الاخرى ونخليوها تتشرب ونحطوها نزيدوها واحد 10 دقائق اخرى على ما طاب الجهه الاخرى كما كتشوفوا معايا. على ما طاب ون من طاب غنطفيو عليها 10 دقائق اخرى ونشوفوا الشكل النهائي معنا. هذا هو الشكل النهائي. خليناه حتى شربت مزيان باش كيجي ديك الكويرات ديال السردين ديالنا نداد يدخل فيهم القوام مزيان. كنحطو الطاجين ديالنا طبصيخ كما بغيتو تقدموه وضفنا ليه زيتون مقطع وبالصحة والراحة. هذا هو والخبز المغربي كما كتشوفو معانا. هذه هي الشيوة ديال هاد النهار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحة والراحة الى شهوة اخرى مقبلة ان شاء الله. يلا نتمنى تشتركوا معايا في القناة ديالي وتقولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم شهوة ديال هاد النهار، مع انني كنعرف مغاربة كاملين كيعرفوا هاد الكفتة بالحوت، الا انه كل وحده كيفاش كدير الطريقه ديال الطهي نتاعها. يلا الله يعاونكم لشهوة اخرى مقبله. نتمنى ما نكونش طولت عليكم.